نعرف من طلاب العلم من يقرأ في اليوم 10 جرائد، ينتهي من الدوام قبيل العصر ويمسك الجرائد من صلاة العصر إلى منتصف الليل، ماذا جنى هذا وماذا كسب؟ مع الأسف أن يوجد هذا في من ينتسب إلى طلب العلم، أو إذا صلى العصر شغل السيارة وهمه يمر فلان وعلان ونبي نطلع ونبي ننبسط ونستانس وطلعات واستراحات. وبعدين العمر قصير، والأيام خزائن وظروف، الساعات والأنفاس لا بد أن تستغل فيما يرضي الله جل وعلا ليسرك عملك يوم القيامة. أما تأتي مفلس ما عندك عمل أصلا، أو عندك عمل تأتي بصلاة وصيام ثم بعد ذلك تكون قد فرقته ووزعته فتكون مفلسا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بأعمال، وفي رواية أمثال الجبال. نعم، على المسلم أن يحرص على كسب الأعمال، كسب الحسنات، لكن أيضا عليه أن يحافظ على هذه الحسنات. يأتي ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، تكلم بعرض هذا، سفك دم هذا، يؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. ثم ذلك إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وقيت عليه، ثم في النتيجة يلقى في النار. لأن هذه حقوق العباد، هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة، فكيف بمن يأتي مفلسا من هذا وهذا، لا عمل عنده ولا سلم الناس من شره. والله المستعان.